الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين. انصب السؤال اليوم للفريق حول الخصص المهوي الذي يسجل في قطاع الصحة وهو قطاع أساسي في النهوض بأي نموذج تنموي، لأن النموذج التنموي يجب أن يوفر لكل مغرب أينما كان ولوجا وحقا في التطبيب أو في الولوج الصحي. إلا أننا نسجل أن كاين الآن 64,000 خصاص ممرض وممرضة، عندنا كل طبيب الآن يعالج في مقابل 1500 حتى 2000 مواطن. إذن احنا نسجل بأنه ما كاين لا إمكانيات مادية ولا بشرية، وفي نظرنا نحن في حزب الاستقلال بأن المورد البشري هو الأساس، ولا يمكن أن نعتبره كتلة يتحملها أو تتحملها القطاع، بل هو استثمار أساسي، لأن في المغرب ما عندناش شي حاجة تذكر ما عدا الطاقات البشرية. وللنهوض بأوضاعنا لابد من إعادة الاعتبار وتعبئة كل الموارد البشرية. إذن فلا يمكن بأن نطلب من ممرضة أن تقوم بعمل 10 ممرضات، ولا يمكن أن نطلب من طبيب أن يفحص أكثر من العدد الذي يمكن أن يفحصه في اليوم. إذن لابد من التفكير في التشغيل ولو عبر التدريب المؤدى عنها الذي دعا إليه حزب الاستقلال في المذكرة التي رفعها إلى رئيس الحكومة والتي لم تتلقى أي جواب لحد الساعة بكل أسف. إذن نحن نقول بأن يمكن أن نصلح هذا القطاع عبر إما التشغيل والتوظيف وفتح أبواب هذا القطاع لكي يصبح لكل منصب من سيقوم به، ولتقدم الخدمات بالطريقة التي يجب أن تقدم بها، أو بإعادة التعبئة بتعبئة هذه الموارد الموجودة، وذلك بحل مشاكلها وجعلها تحب هذه المهنة. لأن الإنسان حين يحب مهنته فإنه يعطي أكثر، ولكن الآن ماذا يحدث في هذا القطاع؟ الكل يحتاج، الطبيب يحتاج والممرض يحتاج والتقني يحتاج وسائق الأمبولانس يحتاج وتقنيين المختبرات يحتاجون والذين يصلحون المواد والآلات يحتاجون، الكل يحتاج. لماذا؟ لأن هناك إجهاز على مكاسب حقيقية للشغيلة. فلا يمكن إطلاقا أن نقبل بأن وزارة العدل ترقي موظفيها ومستخدميها بالشواهد، ووزارة الصحة لا يمكنها ذلك، وكأننا في مغربين، وكذلك وزارة التعليم لا تقبل ذلك. إذن ما معنى وظيفة عمومية ولكل نظامه الأساسي، وهذا النظام يخول لك أن تترقى بالشهادة والآخر لا يجيز ذلك. إذن نحن أمام فوضى في التشريع والتقنين، ويجيزون هذيك المراسم في جنح الظلام، كل واحد كيخرج لكذا. ولكن حنا كنقولوا بأن الوزير القوي هو الذي يستطيع أن ينصف الموارد البشرية التي تعمل إلى جانبه، لأنه لا يمكن أن ينجح ولا يمكن أن يضع أي استراتيجية ولا يمكن أن يقوم بأي تعبئة ولا بأي شيء إذا لم يكن بجانبه المورد البشري. والمورد البشري لن يكون مع أي وزير إلا إذا استجاب لمطالبه العادلة. أنا لا أقول الفوضى، فأنا لست مع من أن الوزير يقول بأنه عين طبيبا في شي بلاصة وما مشاش. ليس من حق أي أحد باش ما يمشيش لشي بلاصة. ما عندناش مغرب نافع ومغرب غير نافع، خص كل مواطنة، خصت كل مواطنة الحقيقية في هذا الموضوع هذا، ولكن في المقابل يجب أن يأخذ كل ذي حق حقه. لن نقبل نحن في الفريق الاستقلالي باش واحد يدير الحراسة الليلية في مناطق نائية معرضة نفسه لمجموعة من الأشياء ولا يتقاضى تعويضا على ذلك. هذا ماشي عدل وماشي منطق وماشي تحفيز وماشي تعبئة. إذن يجب إعادة النظر إلى الموارد البشرية كاستثمار حقيقي وليس كتكلفة أولا. ثانيا يجب إعادة النظر في جميع الملفات المطروحة. ما يمكنش حنا كنا بتجيبوا لنا نظام أساسي خرجوا لنا فيه ضحايا بحال وقع في التعليم، ثم ما يمكنش تجيب لي مرسوم وتخلي لي فيه ضحايا، بمعنى كاين تحايل في تمرير المرسوم، كيعطيك الطريف ويخلي لك الطريف. إذن
لابد ان نكون واضحين. هذه غنعطيوها غنعطيوها، هذه ما غنعطيوهاش ما نعطيوهاش. يجب ان يفسروا للناس ان الاثر الرجعي ما يمكنش يكون في القوانين ولا في المراسيم. اذا غير فسروا للناس عندنا راه ما كاينش الاثر الرجعي باش الناس يدخلوا على داك الشيء. اذا نحن نقول لابد من اعاده الاعتبار للمورد البشري في قطاعي الصحه والتعليم، لانهما المدخلان الاساسيان لكل نموذج تنموي. راه ما يمكنش نديروا شي حاجه، يمكن نبنيو المستشفيات ولكن ما غنجبروش اللي غيخدم، فهمتي، نجيبوا السكانر وما غنجبروش اللي غيخدموا، ولا غنجبروا اللي غيخدموا يفسدوا لانه لا يحب مهنته. يجب ان نعمل على تعبئه موارد داخل قطاع الصحه وقطاع التعليم.